السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، شاهدوا ماذا قال هذا الشيخ المصري عن ليلى عبد اللطيف، تابعوا معنا هذا الفيديو. ليلى عبد اللطيف دجالة من الدجاجلة الكبار، وهي مأجورة لتدمير عقائد المسلمين. أعيد، هي دجالة من الدجاجلة الكبار ومأجورة لتدمير عقائد المسلمين. لماذا؟ لأنها تدعي معرفة الغيب، ومعروف أن قضية معرفة الغيب هي من العقائد الكبرى عند المسلمين، بأنه لا يعلم الغيب إلا الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا جن ولا غير ذلك، لا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله على لسانه في القرآن الكريم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ولما سئل عن قيام الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إذن من عقائد المسلمين المنتهية، لا يوجد أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. طيب يا أخي، بس أحيانا عم تزبط معها، نبأت مثلا بزلزال المغرب وحدث، نبأت بحريق المسرح في العراق وحدث وكذا. الجواب عن هذا الموضوع له تفسيرين. التفسير الأول أنها تتعامل مع الجن، ومعروف أن الجن يسترقون السمع، يعني يأخذون معلومة صغيرة ويكذبون فوقها 100 كذبة وينشرونها. القضية الثانية أنهم يتعاملون مع شياطين الإنس الذين، أو هي تتعامل مع شياطين الإنس الذين يدبرون الأحداث. يعني حتى يثبتوا مصداقيتها عند الناس وعند المسلمين خاصة، وحتى يدمروا عقائدهم من خلالها، يعني يصطنعون أحداث ويخبرونها بها قبل أن يوقعوا هذه الأحداث. مثل حديث المسرح في العراق مثلا، ربما الذين دبروا هذا الحريق هم أخبروها قبل تدبيره حتى يثبتوا مصداقيتها عند الناس، وبالتالي حتى يصدقها الناس في كل شيء. ومعلوم أن الناس، يعني غالب الناس بسطاء، يعني ربما مثلا تتنبأ بعشرين حدث 20 مرة ولا يقع منها شيء، في المرة 21 يقع منها شيء أو تقع حادثة صحيحة كما تنبأت، فينسى الناس 20 مرة الفاشلة ويصدق كل كلامها بعد ذلك. فالحذر، الحذر من هذه الدجالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. يعني مجرد أن تدخل إلى صفحتها برغبتك وإرادتك وتصدق كلامها والعياذ بالله، ينطبق عليك هذا الحديث: من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي الحديث الآخر: من سأل عرافا ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. يعني قضية هذه المرأة خطيرة، وغيرها من العرافين طبعا، لأن الهدف منها تدمير عقائد المسلمين حتى يظنوا أن هناك من يعلم الغيب، وأن الآيات التي تنفي علم الغيب عن غير الله سبحانه وتعالى غير صحيحة، وأن الأحاديث التي تنفي علم الغيب عن غير الله سبحانه وتعالى كذلك غير صحيحة، وبالتالي قد يوصلوهم إلى الكفر والعياذ بالله، وهذا أكبر مرادهم. فهي دجالة من الدجاجلة الكبار ومأجورة لتدمير عقائد المسلمين، والله أعلم.